مع سعادة السفيرة، معالي السفيرة صفية العمري، ونقول شهرة ونازكس الإحضار، بنتكلم على إلى أي مدى يمكن أن يتدخل المخرج في إخراج الصورة النهائية للفنان على الشاشة الصغيرة أو الكبيرة، وكنا بنقول إن المخرج ممكن يرمي كتير من المشاهد للممثل. لأن المخرج ليه هذه البصمة، فقد يكون أيضا للمخرج اهتمامات خاصة، الممثلة دي عجباه فيتوصل بيها شوية، الممثلة دي حبها يديها بطولة في فيلم، وهكذا. إلى أي مدى ممكن الفنان يقدر يتحكم في ده؟ تواجهي ده بإيه؟ شوفي يعني المخرج الكبير مين؟ عز الدين ذو الفقار اللي جوز الفنانة الكبيرة سيدة الشاشة فاتن حمامة. يعني اتجوزها وعمل لها افلام جميله جدا. بس يعني كان عز الدين ولا محمود؟ عز الدين ذو الفقار عمل لها يعني احلى افلام أحلى في الدنيا. أفلامها. بس كمان بعتقد انه كان بيدي لاي حد جنبها حقه برضه. ايوه مظبوط. المخرج الكبير دايما كبير في كل شيء. لانه ممكن يدي فرصه لكن ما يضيعش الباقيين حواليها، لانه بيكبرها باللي حواليها. ما فيش نجم بيكبر لوحده، مفيش حد بيبقى كبير لوحده. لو ما كانش تيم وورك والمجموعه كلها بتسنده انها تكبره، عمره ما يكبر. فكل واحد لازم ياخد حقه، وكل واحد لازم يكون في تعالي شوفي كل الافلام القديمه، هاتي كل الادوار الثانيه، ستيفان روستي اجمل شخصيه ممكن تحبيها جدا على الشاشه، زينات صدقي، كل دول كانوا واخدين حقهم وكانوا بيكبروا معاهم بطل كبير فبينجحوا الفيلم. ومتهيألي لو البطل ده لوحده في عمل بدون دول ما يكبرش وما ينجحش. لكن في ممكن مخرج يعني يبقى عنده، انت دخلتي عمل وتلاقي ان في مثلا شخصيات تانية، ممكن المخرج يغير يجامل العمل. بقى يجامل ده على حساب ده ويشيل من الدور ده يزود ده، بتحصل. وارد بيحصل. بيحصل. لو اتحطيتي في موقف زي ده هتعملي ايه؟ ما هو انا يعني انا بتفاجئ في النهايه، انا ما بشوفش ده اثناء الشغل، ما اعرفش. ما هو هنا انا بقول هنا الامانه، انا امتى اكون يعني فنانة ومخلصة وجاية أشتغل وبأدي دوري، ولازم أكون في إيد أمينة. طب الإيد الأمينة دي مش خذلتني، بأصدم وما كررهاش تاني مع هذا الشخص تاني. أنا قريت خبر النهاردة بقى بمناسبة إن فنانة وبقالك يعني فترة رائعة من النجاح والإنجاز والنجومية والبطولات، فقريت خبر النهاردة في مجلة أجنبية عن فنانة أمريكية كبيرة بتقول إن المخرجين ما بيروحوا لهاش لأنها هي بقت عندها 40 سنة، ما عادتش بيروح لها البتاع، وبيروحوا بيفضلوا في هوليوود الشباب اللي هي ميلاني جريفيث، إن المخرجين بيفضلوا يروحوا للوجوه الشابة والصغيرة من الفنانات الأمريكية. أنا كمان هل عمرك حسيتي بقى؟ لا، أنا كمان قريت حاجة عجبتني جدا جدا. لمين بقى؟ يعني أجمل امرأة في السينما الأمريكية شارون ستون. أيوه. لما وصلت للسن ده قالت لأ أنا مش هعمل أدوار الإغراء، لأن وصلت للسن ده وسن الأربعين، والمفروض إن أنا أنتقي الدور اللي يليق بيا وأسيب الأدوار دي لل فتيات الصغيرة. فكانت جرأة وشجاعة جميلة جدا جدا منها. بس ده هو ده سن الحلاوة والجمال بقى. أنا عايزة أقول ده هي أحلى ما هي فيه دلوقتي. اللي بيتهموا ولا اللي بيتهموا؟ الزميل العادل سعد في حوار منشور معاكي من يومين بيقول ان انت تبرعتي بدولاب ملابسك لانقاذ هوانم جاردن سيتي، وكميه ممكن نشوف البرنيطه بتاعه صفية. انا اصلي لازم اتكلم معاكي على حكايه البرانيط دي، يعني بتجيبيهم منين اساسا؟ انت بتسافري عشان تجيبي البرانيط؟ عايزين يستعيروها. اللي ايه بالظبط؟ البرانيط الحلوه دي دي عامله زي البرنيطه بتاعتها. ومريش كانت حلوه قوي. مريش دي جيبوها منين؟ دي انا جيبيهم منين؟ دي بقى دي بالظبط اختها بالظبط لما عجبتني
وجيت اشتريها من اسبانيا، قالوا لي دي ملكه اسبانيا واخده زيها. قلت يا سلام، طيب ملكه اسبانيا كتر خيرها ربنا يخليها، واحنا برضو ملوك واحد جوه في نفسه ملك. يعني اشتريت اختها، يعني انت بتروحي بقى فعلا اتبرعتي بدولاب ملابسك وبكل الاجر بقى. والله العظيم انا مش بستخسر ابدا في شخصيتي على الشاشه. يعني انا مره اشتريت فستان من باريس كان عاجبني جدا، وكان عندي مشهد من ليالي الحلميه وطلعت بيه مشهد واحد. ايوه الفستان ده لبسته، يمكن لو شرحته دلوقتي بس انا نفسي البسه تاني، بس لو ولو قلته هحرقه، بس نفسي البسه تاني. قولي لنا ايه هو. فوشيا فوشيا كده، وفي حتت سودة كده، ومن تحت كورنيشه وتحتيه اسود. وجبت له برنيطه بلبس انا. يعني انا بجيب مثلا الفستان واختار له الاكسسوار بتاعه. فجبت له البرنيطه الفوشيا وحطيت له اول بس الجوانتي الاسود، ويعني عملت التركيبه بتاعته. وقلت لا، طب انا هلبسه في سهره ولا اثنين ولا خروجه ولا اثنين ولا ثلاثه، لكن هيشوفوني مين قد ايه من خلال المسلسل. وانت لما تلبسيه في المسلسل ما ينفعش تلبسيه تاني؟ اتزنقت بقى في عشاء. ايوه. ونفسي اخرج مش عارفه البس ايه. ولبست كل هدومي فلبسته. ورحت العشاء ده، وعشاء في بيت يعني. ايوه. فلقيت واحده ست قالت لي مش ده الفستان اللي انت لبستيه في ليالي الحلميه. كشفت وشي احمر، قلت لها والله انا ما لقيتش، يعني انا استلفته من نازك السلحدار عشان اجيبيه النهارده، استلفته من نازك السلحدار.